الأندية تركت بلدها الأم متأثرة بما عرفته من تعاليم ومبادئ وقيم سامية عن الدين الإسلامي لتستقر في العراق وخصوصا محافظة الأنبار قضاء حديثة. تعرفت على شاب عراقي عن طريق ما يعرف بشبكة التواصل الاجتماعي الذي له معرفة بأحد أئمة وخطباء جوامع حديثة لينقل ما كان يجول في خاطرها من أسئلة حول الدين الإسلامي عن طريق هذا الشيخ الفاضل، وشاءت قدرة الله أن يقام لها حفلا دينيا تكريما لها في جامع النور في قضاء حديثة لتنطق الشهادة معلنة إسلامها، وقد اكتملت فرحتها وفرحة جميع الحاضرين الحفلة بهذا الحدث العظيم ليطلق إمام وخطيب الجامع اسما لها حيث سميت نور نسبة لجامع النور بدلا من سيليفيا. أحبتي الأكارم، وأنتم تجتمعون اليوم في مناسبة عطرة، مناسبة يشهد أو تشهد لها مدينة حديثة إن شاء الله، ألا وهي إسلام إحدى النساء البولنديات. إنها سيليفيا أتت من بولندا، أتت لتعلن إسلامها هنا في جامع النور. لا تسألنا عن الترتيبات، فالترتيبات طويلة وكيف أتت، وسنسألها بعد ذلك إن شاء الله. أرحب بكم أجمل ترحيب، كما أرحب بسيليفيا. Welcome to our country and in the city, and welcome to our mosque. We welcome your nice welcome to this council. Praise be the God that you are pleased to access and guided to the right road. It is Islam. This day is important day for us youth, and we gathered to log it in Islam. And you become one of us and our sister. Hello again. I'll leave you Hussam translate speech. Okay? Thank you. Everybody knows that words which are wrote in the Bible are not exactly what Jesus said. Everything is changed by years and by many priests in the Middle Ages. This is simply fake. These are also many interpretations. تقول انها كانت محبطة ونظرتها يعني بالنسبة الى دينها كانت تنظر الى فكرتهم يعني بما يذكرونه عند المسيحية بانه كما نقول انه كما يقولون بانه عيسى ابن الله او بالتحريف الذي موجود لديهم بالانجيل. هذه من احدى الامور التي جعلتها يعني تشك بدينها، جعلتها يعني تحاول النظر الى دين اخر يعني من اجل ان تجد الجواب الصحيح. نعم. طريقه الحياه او اسلوب الحياه، كيف يجب الانسان ان يعيش، كانت ليست من كلام الله، كانت ليست من ما موجود في الانجيل، بل كانت مصطنعه من قبل ما يسمى بالفاتيكان. نعم. يضعون القوانين التنظيميه، وليست هي كما نقول يعني عيسى عليه السلام يقول كنت اعتقد بالسابق انه كان يعني مثل ما يقولون انه اله، فلم تكن هذه القوانين من عند عيسى عليه السلام، كانت قوانين مصطنعه من قبل الفاتيكان، من قبل النصارى. In Christianity, people very often pray to the saints, holy saints people, as Francesco and the others, many. And actually, they are not praying to the God, but through holy Francesco and other person, they are asking about helping. This is not the meaning of the God, and this is actually something for me. This is. تقول بأنه في الديانة المسيحية كثير من العبادات كالصلاة والدعاء فإنهم لا يدعون مباشرة الله سبحانه وتعالى، بل يدعون
أشخاصا معينين من مثل بعض القساوسة أو بعض الأشخاص المعروفين عندهم في دينهم، يسألونهم كما نقول يسألونهم المغفرة ويسألونهم يعني نعم من القساوسة وليس دعاء لله سبحانه وتعالى، وهذا يجعلها أيضا يعني تفكر بأن هذه ليس الطريق الصحيح، بل الطريق الصحيح هو أن ندعو الله سبحانه وتعالى مباشرة. Also, for me, a very important is science. And what I discovered in Quran, this is exactly what scientists many times discover presently. In the past, it was not possible to discover such things, but they are exactly described in Quran. So it's for me a very big proof that this is something really justice. تقول بأنها مهتمة بالناحية العلمية بالنسبة للعلم وإثباتات العلم، وفي القرآن وجدت الكثير من الأجوبة عن أمور مكتشفة حديثا وذكرها القرآن، وهذا لم يكن من المستطاع أن يعرف في ذلك الوقت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن في القرآن أكثر هناك أمور علمية مثبتة حاليا في هذه الأوقات، وهذا دليل على أنه هذا الكلام هو كلام الله ودليل على صحة القرآن. Also, fortunately, Islam appeared for me as a very peaceful religion, which was surprising for me, because as every human from Europe, I was thinking that this is a religion full of violence and aggression. In the Quran, after reading the Quran, I understood that absolutely not. This is a religion full of peace, not only to human, but also to the nature, animals, which was very positive, surprising. أقول من الأمور التي اكتشفتها بأنه الإسلام هو دين السلام وليس دين العنف كما يصورونه هنالك، وهذا السلام هو ليس بالنسبة للبشر فقط ولكن بالنسبة للطبيعة وللحيوان وللجميع، وهذا يعني عندما اطلعت على تعاليم الإسلام وجدت بأنه هو دين السلام وليس دين العنف كما يقولون. As I told, everybody supports me. Everybody tell me that if I need any help, he can help. I give a lot of food for friendly family, a lot of attention, helping me in such moments, even such clothes and creation is also from them, because I was not enough prepared for such a تقول ما أنا شاهدت يعني تعاملا جميلا من الناس وكانت يعني من كرم قيادتي من الطعام وحتى الملابس وغيرها، وشاهدت يعني أمضت وقتا مع عائلة طيبة من المدينة، وهذا أمر جميل بالنسبة لها كما أنهم يدعمونها ويشجعونها على ما تريد، كما أنها تذكر عن بعض ما شاهدته يعني فيها في هذه مع هذه العائلة. And what you want to say for example to this family and so on. I أقول لها ماذا تريدين أن تقولين لهذه العائلة؟ I think that all my thanks, what I want to say, will be not enough for them, because such helping attention and so many positive words what I have is not enough to thank, never. That's why I will be always grateful and I will never forget because of this family. تقول بأن شاهدت الكثير من الدعم منهم وهي ومهما حاولت أن تتكلم وتعبر فهو لا يكفي من أجل أن تشكرهم عن تعاملهم وعن ما قدموه لها في هذه الأيام. بعد ذلك أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي أعطاني وحلاني هذا الفضل وجعلني يعني أكون أنا من سيرد لغة الشهادة، لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا. أنا أرد سيء أنت بالعربي بالعربي أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أن عيسى عبد الله وروح منه. الله أكبر. لا إله إلا الله. شعورها وهي أدخلت الإسلام وسميت على اسم جامع النور اسمها نور. What is your feeling today when you came to Islam and your name became on the same name of this mosque, which is Nur? Oh, I am very, very grateful, and I am so much positive surprised about what I am feeling. Actually, I didn't expect such big emotions inside my heart. Really, this is a very important day, and this is the biggest respect what I could get from people, that exactly my name is Nur, which is a very important name for these people and as this mosque. This is very, very big respect for me, which I am so grateful. كيف وجدت أثناء ما اعتنقت الإسلام كيف وجدت بالنسبة إلى أخواتها من الإسلام؟ How you did feel the dealing of your other sisters in Islam now, like of your welcoming to this religion and to this city also? They are very friendly, much more than women in Christianity. Absolutely, they give me many gifts. They are kissing, welcoming me. I feel as a long time friend with them. متى سيتم عقد القران؟ إن شاء الله حسب ما علمنا يعني حسب الاتفاق الترتيبات أنه في نفس هذا اليوم إن شاء الله. هذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله في هذا اليوم. نعم عند الشيخ سيف إن شاء الله. تنطينا فد كلمة للعراقيين ولأهل الأنبار. تحب يعني في هذا الشيء داخله يعني تطبق هذا الإسلام. فتوجيه فد رسالة معنا. You became as a Muslim now. So do you have a message for the people in Anbar or the people in Iraq in general? Something inside you maybe you want to tell it to the Iraqi people? Actually, I want to say many things, but for short, as I said before, I know that Christians treat Muslims not in so much nice way. They expect a lot of violence from Muslims, but this is just because they are disinformed. They don't have enough knowledge, and media in Europe really cheat about what is the truth of Islam, that this is religion really peaceful, but they show it as religion full of violence. So that's why people in Europe are little against. تقول بأنه كان نظرة الأوروبيين بصورة عامة عن الإسلام هو دين عنف دين وأنه دين مليء بالعنف والقتل فتتمنى أن يعني يقوم المسلمون بتغيير هذه الصورة. نعم هي تفاجأت بصورة عامة عن وجودها هنا شهدت الكثير من الطيبة شهدت أنه دين السلام وتتمنى من العراقيين أن يكونوا أيضا يعني يشجعون على السلام ويعطون نظرة صحيحة عن الدين الإسلامي ولا يعطونا نظرة سيئة بالنسبة للأوروبيين فالإعلام هنالك يستغل هذا الأمر ويصور المسلمين بأنه دين عنف ويبعدهم عن الدين الإسلام يبعدهم عن هذا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الزكي الذي أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا هداة مهتدين طاعين مطيعين وأنه من فضل الله علينا في هذا اليوم الغر أن جعل أو أن أرسل إلينا هذه النعمة الفضيلة ألا وهي إسلام إحدى الأخوات من بولندا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي بك الله رجلا خير لك من حمر النعم. ولقد من الله علي وتشرفت بأن جعلني من يرددها الشهادة فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أشكر وجزاك الله كل خير. وقد يعني كان هذا إعلان إسلامها في جامع النور في حديثة ومن ثم اخترنا لها بمناسبة ذلك أن اخترنا لها اسم نور على اسم الجامع فوافقت جزاها الله تعالى خير الجزاء وبارك الله بكم وأنا شاكر يعني لكم على تفضلكم تصوير هذه الأحلام. حقيقة الأمر أن لهذا الحدث العظيم والكبير في آن واحد دليل على أن الدين الإسلامي دين جاء بمبادئ وقيم سامية التسامح والسلام المغفرة الرحمة المودة والألفة ونبذ كل الأعمال والأفعال الخارجة عن هذه المبادئ
التي سنها ووضعها كتاب الله وسنة نبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وما إعلان الإسلام من قبل هذه المواطنة وغيرها الكثيرين من الغرب لا دليل قاطع بأن ما جاء به الإسلام من قوانين واضحة وصريحة تضمن حقوق المسلمين على حد سواء. من جامع النور لبرنامج صباح الورد، عاصم عمر الحديثي. شكرا زميلنا عاصم على اعداد هذا التقرير الجميل، واكيد مثل ما شفنا حبة المشاهدين انه سيليفيا مواطنه بولنديه تعرفت على شاب عراقي من محافظه الانبار من مدينه حديثه، حاول انه يوصل لها الفكره من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حاول يوصل لها الفكره ويصلح لها فكره الاسلام، خاصه وان بعض الدول الغربيه